السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالد الجندي بقاله فترة حسس انه بعيد عن الاضواء ومحدش بيجيب سيرته، وطبعا اللي زي ده لو حس انه مهمل ممكن يموت. الراجل شغال وطحن نفسه وعيني في قناة صفحتها على اليوتيوب معدية اكتر من 1,000,000 مشترك والمشاهدات بالاربعين خمسين واحد. فالراجل يعمل ايه؟ يعمل زي اللي بال في بئر زمزم. فلما سئل لما فعلت ذلك قال اردت ان اذكر بين الناس ولو باللعن. في ناس كده والعياذ بالله لا عندهم دين ولا مبدأ ولا ورع، بل يتقولون على الله ويخالفون إجماع الأمة وينكرون أحاديث النبي في مقابل أن يثيروا ضجة بين الناس. خرج علينا في هبدة من هبداته يرمي فيها الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله بالجهل وعدم العلم. وهنا وحسب تصرفات الجندي يعتبر أن سب العلماء من الدين بل ومن العلم. الجندي يقول بسخرية للشيخ الحويني أن العلم مش باللحية والطرحة يا حويني. تعرف يا حويني يعني إيه تتعور؟ أتحداك يا حويني. العلم مش دقن وطرحة، العلم موضوع تاني خالص. هو فعلا يا شيخ خالد الدين مش بالطرحة ولا باللحية، لكن الدين بالشنب والسكسوكة أو بالدوجلس يا مولانا. اللحية اللي بتسخر منها دي بالمناسبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هخش بقى معاك في جدال وتفاصيل هل هي سنة واجبة أم فرض، لكن هقولك لما تحب تخش قبرك تكون متشبه بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا ناتف ومنعم زي ال اختار لنفسك انت بقى يا مولانا. اما قصة الدوجلاس اللي انت عاملها دي كانت موضة في السبعينات يا مولانا من القرن الماضي، حين كان الممثل الامريكي اليهودي الصهيوني كريك دوجلاس في احد افلامه بهذه القصة، فتلقفتها الجماهير العربية ووجدنا اغلب الشباب الكيوت اللي زي حضرتك يقلدون قصة كريك دوجلاس. واليوم بقى في شيوخ ومحسوبين على الدين بيسخروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهج كريك دوجلس الكافر بالإسلام، بل واليهود الصهيوني الذي كتب رسالة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في عام 2006 للتأكيد على أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة الناجحة في الشرق الأوسط وأنها كانت دائما تواجه المخاطر، وإذا خسرت إسرائيل حربا واحدة فسنخسر إسرائيل. هذا هو قدوتك يا شيخ خالد وليس قدوة الحويني. فارفع لسانك عن الشيخ والعالم الذي أفنى عمره في خدمة الدين وفي خدمة علم الحديث الذي قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ويقصد بهم العلماء المنشغلين بعلم الحديث وهو من أشرف العلوم وأجلها عند الله ورسوله. ويكفي أهل الحديث شرفا وفضلا دخولهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال سفيان بن عيينة ليس من أهل الحديث أحد إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث. فاللهم نضر وجه الشيخ وكل من سار على دربه في خدمة السنة النبوية يا رب العالمين. تخيل يا سيدي خالد الجندي شايف نفسه أعلم أهل الأرض وأنه لأحد يضاهيه في العلم. ها والله زي ما بقولك كده، وبيهبد في الدين هبدات عابرة للكرات وينكر السنة النبوية وما اصطلحت واتفقت عليه الأمة كلها، حيث ينكر الطلاق الشفوي ويعتبره من التخلف وأن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون بعقد مكتوب. اللي هو إزاي وجيت منين ما تعرفش، لا دليل ولا إجماع ولا حتى قياس صحيح يقاس عليه هذا الحكم الذي يغني بطلانه عن إبطاله ويغني فساده عن إفساده. تخيل إن الأمة كلها اجتمعت على وقوع الطلاق الشفوي، وخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وخالد الجندي يتهم الأمة بالضلال ويعارض حتى النص النبوي. طب قبل ما نتكلم في موضوع الطلاق الشفوي اللي عاوز حلقة لوحده، مين هو خالد الجندي وإيه مقوماته علشان يطلع يقول الكلام ده؟ أنا شخصيا الحمد لله رب العالمين درست حوالي 250,000 مجلد عشان أقعد القعدة دي. أنا شخصيا بقول لكم بفضل الله سبحانه وتعالى، كل واحد وما منا إلا له مقام معلوم.
العالم يوريني نفسه، انما كلام وكلام ما لناش دعوه بيه. احنا ما بنقولش حل وحل، احنا بنقول كلام في محله. لو شفت الثقه هو بيقول لك ما منا الا وله مقام معلوم. مقام معلوم يا راجل، ده ما حدش من الانبياء قال كده عن نفسه. اسمع مني بس يا دوغلاس، انت تخطيت كل حدود العقل واللاعقل يا راجل. ده انت لو حلفت ربع مليون مره انك قرات ربع مليون كتاب محتاج سنين، ولو حلفت ربع مليون مرة ما صدقناك. بس احنا ممكن نصدق ان الربع مليون دي اللي بتاخدها في الحلقة يا دوغلاس مش بعيد على واحد بيبيع دينه وبيجذب اكتر ما بيتنفس، انه ياخد الرقم ده مقابل تكسير الثوابت واللعب في دين الله عز وجل. انا مش عارف هنلاقيها منين ولا منين، ولا نرد على مين ولا مين. شوية خدمين كلاب فلوس اتباع الملاحدة اللي عمالين يثيروا شبه اكتر من شبه الملحدين انفسهم، من امثال المستشرق اسلام بحيري والمستشرق يوسف زيدان والمستشرق خالد منتصر والمستشرق ابراهيم عيسى والمستشرق احمد عبد ماهر الذي اعمى الله بصره، هو واخوه المستشرق سيد القمني اعمى الله ابصارهم جميعا، ولا هنلاقيها من فاطمه نعوت وسعاد ناصر وفريده الشباشي وامنه نصير اللي شغالين هم كمان في تحطيم الشريعه برمتها وتحريف الدين لاجل المراه، وكان المراه اهدر حقها الاسلام والله ظلمها حقها، فقاموا بالتعديل على رب العباد سبحانه وتعالى. ولا هنلاقيها من شيوخ العار اللي الناس حسباهم للأسف على العلم وعلى الدين وإنهم من رجاله وهم أبعد ما يكونون عنه، كل واحد فيهم بيطلع بمصيبة أكبر من اللي قبله. واحد بيحلل سماع الأغاني، والتاني بيحلل بيع الخمر، والتالتة تقولك زواج المسلمة من نصراني عادي، والرابع يقولك لابد من مساواة الرجل بالمرأة في الميراث وبيرفعوا قضايا لأجل تنفيذه، والخامس يقولك لو هلكت أو غارت الرقاصة أثناء عملها تبقى شهيدة في سبيل الله، وسادس بيحلل لبس الذهب للرجال، وآخرهم قضايا مرفوعة لأجل إبطال وقول الطلاق الشفوي، وغيرهم كتير ومولد، والكل بيسابق فيه التاني على بيع الدين جزء جزء لمصلحة مين؟ يتم تشويه الثوابت واللعب في أصول الدين بأكمله. ليه الأزهر والمؤسسات الدينية ساكتة على المسخرة دي وبتكتفي بواحد او اتنين او حتى عشرة يردوا على الشبه دي كلها، في حين ان في طبقات منفلتة عن الدين عاجبها الكلام ده ونفسهم يبقى الدين صورة فقط، بل والبعض نفسه ينحي الدين بالكلية، واخرون يقولك علقها في رقبة عالم واطلع سالم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ده لو افترضنا انهم علماء مش عوالم مسكين صاجات بينغمهم للي يدفع اكتر. وخالد دوغلاس اقرب مثال على كده، اللي خرج علينا بكذبة من كذباته العابرة للقارات. خرج خالد دوغلاس من التابوت الفرعوني يقول انه قرأ 250 ألف مجلد الى الان. انا شخصيا الحمد لله رب العالمين درست حوالي ربع مليون مجلد عشان اقعد القعده دي. خدت بالك من كلمه درست ربع مليون مجلد؟ انا عاوز اسال بس، مجلد من ده ولا مجلد من ده، ولا ايه هي صفه المجلد عندك بالظبط؟ اصل دي المجلدات اللي احنا نعرفها وبندرسها. خدت بالك ما قالش قرات ربع مليون مجلد؟ ربع مليون دي سهله شويه، يعني لو قرأ في اليوم مجلد وده من رابع المستحيلات محتاج 250 الف يوم، يعني 694 سنة تقريبا. انما درس دي اكبر مما تتخيل، ممكن مجلد ياخد معاك شهر دراسة وممكن مجلد ياخد معاك شهور. احنا بقى هنكسر القاعدة ونقول ان دوغلاس درس المجلد في 10 ايام فقط، يعني محتاج 2,500,000 يوم، يعني عمره الى يوم الناس هذا 6,940 سنة. يعني خالد دوغلاس موجود من قبل سيدنا ادم، والمصيبة انه لسه عايش. ومحدش يسألني امال شيوخه اللي كانوا بيدرسوله عندهم كام سنة وعايشين من امتى؟ طبعا مش هرد عليك لانه تعجز قواميس اللغة ان تأتي برد للسؤال ده. وعلى رأي ابو علاء، كبر مخك يا راجل، كبر مخك. يعني الشيخ خالد ربنا يقصف قصدي يطول عمره عاصر الملكة كليوباترا السبعة التي كانت تحكم مصر، ولو احسننا الظن بيه وقلنا انه شغال بطبيعة خارقة للعادة وبيدرس الكتاب في 3 ايام بس
فده معناه انه درس 122 كتاب في السنة، وباسمة 250 الف مجلد على 122 يكون الناتج 2050 تقريبا. يعني الشيخ خالد من مواليد 30 قبل الميلاد، وبالتحديد قبل معركة اكتيوم التي قضت فيها الامبراطورية الرومانية على زمن حكم كليوباترا سنة 31 قبل الميلاد. يعني لو غفلنا شوية عن الشيخ خالد الجندي هتكون الهبدة الجاية انه مولود في عصر الديناصورات، والشيخ سايب عصر كليوباترا بكل مشاكله وجاي يهبد في عصرنا. ولم يبهرنا الشيخ برأيه الشرعي بما انه معاصر لفترة كليوباترا وما بعدها عن المخالفات الشرعية التي كانت تفعلها كليوباترا. يعني زواجها من شقيقها بطليموس الثالث كان حلال ولا حرام يا مولانا؟ ولما خلعت كل ملابسها ولفت نفسها في سجادة واهدتها لعشقها ثم مارست معه الفاحشة كان حلال ولا حرام يا مولانا؟ ولما سرقت نصف دخل لمصر المصاريفها الشخصية بينما الشعب كله عبيد عندها كان حلال ولا حرام يا مولانا؟ وليه سكت عن الكلام ده كله؟ ولما طلبت من مارك أنتوني أن يقتل شقيقها أريسيوني كان حلال ولا حرام؟ ولما سممت شقيقها بطليموس الرابع عشر من أجل الحكم كان حلال ولا حرام؟ ولما سجنت وقتلت كل أفراد أسرتها حفاظا على عرشها كان حلال ولا حرام؟ ما ترد يا دوغلاس، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفناه بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. وأخيرا نقول خالد الجندي لا يقدم لكم دين ولا شرع ولا فقه، خالد الجندي ينصب لكم فخاخ شرعية وفقهية، فلينتبه كل حريص على دينه وليتحرى ممن يأخذ دينه، فإن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما بالنسبة لكارثة الطلاق الشفوي فلنا معها حلقة أخرى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.